السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الأوفياء في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة. اليوم إن شاء الله جبت لكم هاد لابياس، راح نتعلموا كيفاش نرسموها باستعمال برنامج سوليد ووركس. دائما نذكر باللي طريقة الرسم اللي رانا نستعملو فيها ماشي خاصة بسوليد ووركس، وإنما لا موديليزاسيون اون جينيرال. دونك طريقة الرسم تاع القطعة هذه راح يعني نشوفوها في الفيديو التالي. دونك نرسم مستطيل الطول تاعو سي اللي هي 100 على الارتفاع اللي هو ا اللي هو 63. دونك نروحو لسوليد ووركس، نوفو بيس، اوكي. دونك راح نخير لو بلان دو دروات اكستريزيون، دونك نخط لهنا ريكتانجل، البعد تاعي 100 على 63، نقولو كيتي ليسكيس، وراح نديرو بالبعد اللي هو بي اللي هو 50 مليمتر. دونك 50 مليمتر، ونقول له اوكي، نتحصل على لا بياس تاعي الخام. هذه هي القطعه الخام تاعي اللي راح نبنى نخدم عليها. دونك اول حاجه راح نخدم هاد اون ليف دو لا ماتير هذه. دونك سيليكسيوني هذه، نقول له اون ليف دو لا ماتير اسكيس، ندور الاسكيس تاعي هنا، عندي لين 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 لين، بعد نخير ارك ارك بار اكزامبل تاع 3 بوان. دونك البوان الاولى، البوان الثانيه، والبوان الثالثه. عندي الريون هذا 30، عندي لا ديستانس من لهنا 35. دونك الريو 30، لا ديستانس من حتى لهنا 35. بطبيعة الحال هذا وهذا يكونوا اوريزونتال، هذا مع هذا لازم يكونوا فيزيوني، وهذا مع هذا لازم يكونوا كونسيدون. بعدها نقول له فونكسيون اولف دو لا ماتير، ندور لا بيس تاعي هنا، راح ندير له ديكالاج ب 8، لانه باش ما يبداش من هنا يبدا من ب 8 مليمتر. دونك ندير له ديكالاج ب 8 مليمتر، فوالا، في الاتجاه المعاكس، ولا ديستونس هي 50. دونك نقول له اوكي، هذه لا بياس تاعي كفا ولات. من بعد راح نحي لا بارتي هذه، لا بارتي هذه هي 40 على 15. دونك نسيليكسيوني هذا البلان او ليف دو لا ماتير، هنا 40 على 15، دونك 40 على 15. نقول له فونكسيون اولف دو لا ماتير، ونقول له اوكي. من بعد نستنجي نحي هاد لابارتي، لابارتي هذه 50 على 12. دونك نسيليكسيوني هذه اولف دو لا ماتير، سيليكسيوني هكا الياطوار، هذه لازم تكون مع هذا. دونك هادو لي دو يكونوا لاصقين في بعضهم، ونحط لي ديمونسيون تاعي كوتاسيون هي 15، ومنا 50. دونك لي ديمونسيون تاعي 15 على 50، ونقولو اونليف دو لا ماتيير مي فهاد لا بارتي، نقولو اترافير تو، يعني راح ينحي على لا سيرفاس كومبلي. فوالا، هادي القطعة تاعي. من بعد راح نزيد نحي لابارتي هذه،
دونك اللي هي على شكل قوس وخط، دونك قوس تاع 20. دونك سيليكسيوني لا بارتي هذه، اونلف دو لا ماتيير ديما، سيليكسيوني لا بارتي هذه، دونك خط 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 خط. اوكي ندور لا بيس تاعي ديما باه تجيني الرسمه سهله. بعدها ارك، خير ارك دو 3 بوان، هنا بوان دوزيام، هذه بوان تروازيام. دونك هذه وهذه لازمهم يكونوا فيزيوني. اوكي هذه تكون كونسيدون مع هذه، هذه وهذه يكونوا اوريزونتال. اوكي انسويت هاد الريون يكون 20، ولا ديستانس من حتى لهنا راهي 35. نقولو فونكسيون اولف دو لا ماتيير، راح نحي لا ماتيير بالعمق هذا اللي هو 9 مليمتر. دونك 9 مليمتر نقولو اوكي. من بعد نسيكسوني هذه نقولو اولف دو لا ماتيير، ندور لي سكيس تاعي باش يبان لي الرسمه تاعي مليح. سيركل، السيركل هذه الديامتر تاعها 10، مسافه من هنا حتى لهنا 35، ومن هنا لهنا 10. دونك هنا 10، لا ديستونس هذه 10، لا ديستونس هذه 35. نقول له فونكسيون اولف دو لا ماتيير، اولف دو لا ماتيير هنايا تكون اترافير تو، يعني باش يكون الثقب نافذ. بعد نسيليكسيوني هذه ندير فيها ثقب ثاني، المسافة تاعو القطر تاعو هو 10، دونك 10، لا ديستونس هذه 20. دونك ندور باش تبان لي مليح الرسمة تاعي. اوكي المسافة هذه 10، دونك هنايا مسافة 9 على 20. دونك هذه لا ديستونس 9 على 20. بيان سور نفس الشيء اونليف دو لا ماتيير، سواء نديرها في الاول ولا في الاخر، على توت لا سيرفاس. دونك هنا راني تحصلت على شكل ابي بري يشبه لا بارتي تاعي. نزيد اونكور سيليكسيوني هذه، اونلف دو لا ماتيير، ندور لي سكيس تاعي. هنا راح نرسم خط هكا اونطري وحده اخرى، خط هكا اونطري وحده اخرى، خط هكا. بعد نحط لي ديمونسيون تاعي، دونك عندي هنا 40 وعندي منها 15. دونك هذه 40، هذه 15. لونجل هذه 45، واللي منها 20. دونك 20 وهذه 45، والريون تاع الكونجي هنا اروندي يكون بديس. دونك له كونجي بديس، اونتر هاد لي دو، نقولو اوكي. بطبيعة الحال كيتي اترافير تو، و نتحصل على هاد لافورم. نزيد نجي هنا باش نرسم هاد لابارتي. دونك راح نرسم هاد لابارتي هذه، نحيها اونليف دو لا ماتيير. كيفاش راح نرسمها؟ دونك نجي هنا سيليكسيوني هاد البلون، نقول له اونليف دو لا ماتيير، دور اسكيس، راح نرسم سيركل هنا. السيركل هذه راهي دو كونستريكسيون، سيركل وحده اخرى هنا هي دو كونستريكسيون تاني.
اوكي، بحيث القطر تاعها يكون، القطر تاعها يكون 50، لأنه هذا ريو 25. دونك هذه قطر 50، وهذه للداخل القطر تاعها 20. اوكي، بعدها نجي هنا نقول له بين لي الرسمة تاعي باش تجي هذه مع هذه تكون كوانسيدون، ولا ديستانس منا حتى لهنا راهي 35. اوكي، بعد ندير لين، ندير هذا قال باغ اكزومبل يبدا منا يطلع حتى لهنا، بعد يجي هكا يهبط حتى يقيس هنا. اوكي، ماشي هكاك. دونك هنا نطلع هذا هكا، وهنا الانترسيكسيون هذه مع هذه. اوكي، ومن بعد ارك دو تروا بوان، واحد اثنين ثلاثة. هذه رسمه يعني ابي بري برك، ومن بعد نحط لي ديمونسيون تاعي. دونك عندي هذا قبل هذا وهذا لازم يكونوا فيزيوني. اوكي، هذا لازم يكون كوانسيدون مع هذا. اوكي، هذا كوانسيدون معاه. الريون تاعي 25. اوكي، دونك هنا هذا اللاكس وهذا لازمهم يكونوا اوريزونتال. فوالا، هذه لازم يكونوا عندهم نفس الخط. بعدها نقول له اونليف دو لا ماتيير، وراح نحي لا ماتيير تاعي هنا. اوكي، هذه هي لا بيس تاعي كيفاه ولات. نزيد نسيليكسيوني هذه ونقول له اونليف دو لا ماتيير سيركل. اوكي، السيركل تاعي هذه لازم تكون عندها ديمونسيون 50، المسافة هذه 35، ولازم نعاود ناكتيفي لي لين كاشي باش ندير هذا راهم كوانسي مع هذا، يعني يكونوا كوانسيدون. ومن بعد ندير له لين، نقولو من حتى لهنا حتى لهنا حتى لهنا. دونك نو ماشي طونجونت، هذه ما تجيش طونجونت. دونك هنا هبط هذي، نأكد برك بلي هذي وهذي يكونوا كوانسيدون، وهذي لازمها تكون فيرتيكال. اوكي، بعدها المقص نحي هاد لابارتي، اونليف دو لا ماتيير، اونليف دو لا ماتيير ب 13 مليمتر، 13 مليمتر. دونك نعاود ندير لابيس تاعي هكا باش تبان 13 مليمتر. اوكي، هذه هي لا بيس تاعي فيه ولات. من بعد نزيد نرسم، هذه هي الديامتر تاعها 20 وخرجها بخمسة. سيليكسيوني هنا اكستريزيون، دونك نرسم الياطوار ما يهمنيش. ديامتر 20، دونك القطر تاعي 20، وتكون كونسنتريك مع هذه يعني في النص. من بعد ندور اسكيس تاعي هنا، راح نقول له كونفيرتي هذا وهذا، كونفيرتيهم لي. ومن بعد ندير لهم قص، نحي هذا نحي هذا
نحي هذا ونقول له فونكسيون اكستريزيون 5 ونقول له اوكي، تحصل على هذا لا بيس. من بعد نزيد سيليكسيوني هذه اكستريزيون سيركل الياتوار هكا، السيركل هذه تكون كونسنتريك، الريون تاعها يكون لو ديامتر القطر تاعو 10، دونك قطر 10، ونقولو فونكسيون اكستريسيون، وهنا نقولو جوسكا لا على سيرفاس، ونسيلكسيوني لا سيرفاس اللي نحوس عليها هنا، دونك جوسكا لا سيرفاس او بيان لا سيرفاس، نسيلكسيوني لا سيرفاس اللي نحوس عليها هنايا ونقولو اوكي. هنا راني نكون رسمت هاد القطعة تاعي، يعني كملت رسم هاد القطعة. دونك تلاحظوا لا بيس تاعي كيفاه مخدومة. الى هنا نأتي الى نهاية هذا الفيديو، نتمنى انه عجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد اول باول، واللي عنده اي استفسار او يعني اسئلة، اللي عنده اي استفسار يتصل بنا على الميسنجر او الايميل الموجودين اسفل وصف هذا الفيديو، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.